مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق تراب جميع مشتركيها. أشكركم على تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة. لم أجد أي مشترك يتلفظ بأي ألفاظ بذيئة، والشكر أن كل مشتركي القناة مشتركين مهذبين، مشتركين جمال حقيقي، سواء مسيحيين أو مسلمين، كلهم بيتلفظوا بألفاظ كويسة. وإن كان هناك البعض القليل الذي يذمني ويقوم بإهانتي، من ضمن الناس واحد يقول لك طب بطل رغي، طب بطل مش عارف إيه، وإهانتي كأنني كشخص مسيحي وإهانة المسيح، يقول لك الطفل الإله وكل الكلام دوت. بس ما علينا، مش هو ده موضوعنا النهاردة. عندنا موضوعات كتير، خليكم معايا وهتنبسطوا جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن رهبان، كارثة قد تحدث في رهبان وأقباط الدير الأبيض. حقيقي الدير ده بيقدم بعض طلبات، بعدة طلبات للآثار لترميمه بعد ظهور علامات تشير لسقوطه. العناية تنقذ الأقباط اليوم. أثناء توافد الزوار على الدير عشان يحضروا قداس عيد الميلاد، تدخلت العناية الإلهية من إنقاذ رهبان دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين الدير الأبيض من كارثة بعد انهيار جزء من سوره الأثري صباح اليوم الخميس دون وقوع إصابات. في الوقت الذي كان الدير يستعد فيه لاستقبال المسيحيين الأقباط والزائرين اليوم لحضور قداس عيد الميلاد، وهو ما كان سيؤدي إلى كارثة في حالة ازدحام ساحة الدير الأسري. ولكن العناية الإلهية كانت حريصة على حماية أبنائها في ليلة الاحتفال بعيد الميلاد، ليسقط جزءا من السور الأسري دون وجود أحد بساحة الدير الأسري. وقال مصدر من الدير إنه في صباح اليوم تساقط أجزاء من الجدار الشمالي الداخلي لصحن الكنيسة الأثرية بالدير الأبيض دون وقوع أي إصابات بين الرهبان والزائرين لعدم وجود أحد داخل صحن الكنيسة. وأشار إن هذا السقوط يعود سببه لوجود آثار سابقة تشير أن السور آيل للسقوط، وساهم أكثر ما شهدته البلاد الأخيرة من سقوط أمطار وسيول ساعدت في سقوط هذه الأجزاء. وتابع أن الدير سبق وتقدم بعدة طلبات إلى هيئة الآثار لترميم السور بعد ظهور علامات على السور تنبأ بسقوطه، وتم معاينة السور من قبل لجنة الآثار بصعوبة وإرسال التقارير إلى الآثار بالقاهرة لأخذ الموافقة على الترميم، ولكن لم يتم البت في هذه الطلبات، وهو ما أدى لانهيار أجزاء من السور. وأشار أن لجنة الآثار بسوهاج ومقرها بالقرب من الدير انتقلت صباح اليوم إلى موقع السور وقامت بالمعاينة على الطبيعة للأجزاء المتساقطة، وتم تحرير محضر من قبل شرطة الآثار بالواقعة ورفع تقرير حول الأمر. ويأمل الدير في سرعة الرد وإجراء الترميم للحفاظ على أجزاء السور الأخرى من الانهيار في أي وقت. وأكد المصدر إن الله تدخل لإنقاذ أبنائه، حيث أن سقوط جزء من السور اليوم وقع وساحة الكنيسة خالية، والأمر ربما كان سيمثل كارثة إذا ما حدث مساء اليوم أثناء القداس وازدحام الدير بالمصلين ووجود الأطفال في ساحة الكنيسة. ولكن الله كان رحوما وراعي لكنيسته وشعبه وحامي لهم، وتصلي دائما في حماية الجميع ومصر الحبيبة وشعبها، وأن يظلل الله على الجميع بالسلام والفرح ويرفع الوباء عن العالم، مناشدا سرعة موافقة هيئة الآثار على عملية الترميم حتى يتم البدء سريعا، حتى لا يتأثر الجزء الآخر من السور بهذا السقوط، مشيرا أنه سيتم وضع حواجز اليوم بعيدا عن السور لحماية المصلين. دير الأنبا شنودة، أو كما يطلق عليه الدير الأبيض، أسسه الأنبا شنودة رئيس المتوحدين سنة 441 ميلاديا على أنقاض مدينة فرعونية، واستخدم الحجر الجيري في إنشائه،
ومن ثم عرف بالدير الأبيض، وهو يعد أحد آثار أهم الآثار القبطية في مصر، ويبعد حوالي 8 كيلو متر غرب مدينة سوهاج. والدير الأبيض من الداخل عبارة عن ساحة واسعة على شكل مستطيل، بها عدد من الأعمدة الحجرية غليظة الحجم التي يرجع أصلها إلى العصر الفرعوني، وأرضيتها من البلاط، وعرض الصحن نحو 13 متر، وبين صف الأعمدة 11 متر و50 سنتي، والأعمدة الموجودة بها من الجرانيت والمسافات بينها غير متساوية. الأنبا شنودة ولد بمدينة أخميم سنة 333 ميلاديا، وتولى رئاسة الدير الأبيض بعد وفاة خاله القديس بيجول، وكان به ما يقارب من 30 راهب. ويعتبر الأنبا شنودة من أوائل الأقباط الذين طالبوا بالعودة للثقافة المصرية في مواجهة الغزو الثقافي والدين للاحتلال البيزنطي وفتح الأديرة لكل المصريين، ولقب بعميد الأدب القبطي، ولقب الأشهر رئيس المتوحدين، نال شهرة ومكانة عالية، ويأتي إليه الجميع إليه من كافة العالم. هذا ما هو أخبرناكم به. خبر آخر، وهو من الأخبار المحزنة، من الأخبار المؤلمة، عاجل وفاة المستشارة تهاني الجبالي، المستشارة التي وقفت أمام الإخوان، المستشارة التي كانت مثل أسد الأسود. توفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، منذ قليل بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث نقلت إلى مستشفى العجوز الأسبوع الماضي لتلقي العلاج بحسب مصدر مقرب من المستشارة، وفيما أعلن معتز سامي زوج ابنة شقيقتها. وولد المستشارة تياني الجبالي في 9 نوفمبر 1950، وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وشغلت ولقت قريب منصب رئيس المحكمة الدستورية في أكثر فترات المحكمة حساسية لما أصدرته من أحكام لها من بالغ الأثر في المشهد السياسي والدستوري بعد 25 يناير. في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني صاحبة أعلى منصب قضائي تحتل امرأة في مصر. وفي 5 يوليو سنة 2018 رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوة المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة السابق المطالبة ببطلان دستور 2012 وعودتها قاضية بالمحكمة، وطالبت القاضية السابقة في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية التي صدرت باسم دستور 2012 فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبر الدعوة انحرافا تشريعيا ودستوريا. وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوض المحكمة بعدم القبول، ونقلا عن جريدة الوطن. خبر آخر، وهو من الأخبار أيضا المؤسفة، وزيرة التضامن الاجتماعي أعيش صدمة من تصرف محمد الأمين تجاه بنات دار الأيتام، ماذا فعل هذا الإنسان الوقح؟ أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن أسافها من واقعة اعتداء رجل الأعمال محمد الأمين على الفتيات اليتيمات، وذلك بعد أن وجهت له النيابة تهما بهتك عرض فتيات بالقوة من نازلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، قائلا: كنت أحسب أن رجل الأعمال محمد الأمين أمينا على بناتنا، وأعيش صدمة من تصرف رجل الأعمال محمد أمين تجاه بنات دار الأيتام.
وأكدت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد مساء اليوم السبت أنه تم نقل البنات التي تعرضن لمضايقات من رجل الأعمال محمد الأمين إلى مكان آمن وسري لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات مع رجل الأعمال محمد الأمين. وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أن عدد الفتيات الموجودات في دار الأيتام المملوك لرجل الأعمال 8 فتيات كبار و10 فتيات صغيرات. متابعا: تلقيت تقريرا في أغسطس الماضي بأن فتيات الدار تظهر عليهن مشكلات نفسية واكتئاب، ثم وصل تقرير آخر يوم 22 نوفمبر 2021 يفيد بأن الفتيات صراحن بيتعرضن للتحرش من أحد الموجودين بالدار، وأغلقن الدار بعد التقرير فورا. ولفتت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلا أن رجل الأعمال محمد الأمين حاول التواصل معها ولم ترد عليه، موضحا: حاول الاتصال معي شخصيا وطلب مني لقاء ولكني رفضت وامتنعت عن الرد، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أبلغ النائب العام ضد رجل الأعمال هذا الشخص الحقير إن فعل ذلك. أمور هامة وأمور صعبة. ظهرنا انكسر. ليه ظهرنا انكسر؟ كلام مؤسف ومحزن أيضا. ظهرنا انكسر بكاء وحزنا على وفاة تهاني الجبالي. الدفن والجنازة بهذه المحافظة. تصدر اسم المستشارة السابقة بالمحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي محركات البحث بعد إعلان أحد أقاربها نبأ وفاتها في الساعات القليلة الماضية بعد تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا. وقال حمد الجبالي أحد أقارب المستشارة تهاني الجبالي: توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي الثانية وظهري وسندي في الحياة. المستشارة تهاني الجبالي: ولله الأمر من قبل وبعد. وتابع الجبالي: إن صلاة الجنازة ستقام بمسجد عارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية عقب صلاة الظهر اليوم السبت، وسيتم بعدها تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير ودفنها بمقابر الأسر. وكان قد أكد مصدر مقرب من الأسرة لبوابة أخبار اليوم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها لغرفة عزل رعاية مركزة بمستشفى العجوزة. وأعلن معتز سامي زوج ابنة شقيقها عبر صفحته الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة المستشارة تهاني الجبالي، حيث قال: توفيت إلى رحمة الله تعالى المستشارة تهاني الجبالي عمت زوجتي، إن لله وإنا إليه راجعون. كما أكد مصدر مقرب من الأسرة صحة الخبر مؤكدا أنها توفيت داخل مستشفى العجوز، وسيتم إجراء الدفن والعزاء عقب نقل الجثمان إلى مسقط رأسها بمحافظة الغربية. وكان قد قال المصدر مقرب للأسرة أن المستشارة بالمحكمة الدستورية العليا السابقة كانت حالتها حرجة منذ أيام بعد اكتشاف إصابتها بكورونا عقب المسحة التي قامت بها، وتم نقلها إلى الفور إلى مستشفى العجوز. كما أعلنت عدد من الصفحات الخاصة بالأسرة وفاتها عبر بوستات، وفي آخر تصريح لها قبل إصابتها بفيروس كورونا أشادت المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا بالمبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد حول الاهتمام بضرورة الوعي. وقالت تهاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على صدى البلد إن مبادرة الرئيس تساعد على الفهم الوطني والديني من خلال الامتثال بالقيم الأصيلة، مضيفا أن أي شعب لا يتذكر هويته الوطنية لا يستطيع قراءة مستقبله. وأضاف النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا أن الذاكرة الوطنية يجب أن يكون لها مسار يسري على الأرض ويتم تعريف الأجيال كيف صنعت مصر. ومن الأخبار الأخرى أيضا خبر سريع، وهو تصريح جديد من البابا تودروس بشأن زيارة الأقباط لأورشليم. البابا تودروس لم يعد هناك مبررا الآن لمنع زيارة الأقباط لأورشليم،
قال البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه ان قرار ايقاف رحلات زياره الاقباط لاورشليم تسبب في اضعاف التواجد الوطني القبطي هناك، واضافه خلال لقائه مع الاعلاميه دريه شرف الدين عبر فضائيه الاولى ان زيارات الاقباط القدس كانت تشجعهم على بعض الصناعات اليدويه، لافتا انه لم يعد هناك مبررا الان لمنع زياره الاقباط القدس. واستكمل أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن أشار إلى عدم زيارة الأقباط للقدس واصفا إياها بالعقاب، حيث هبطت الصناعات اليدوية بشكل كبير منذ منعهم دخول القدس. وتابع أن المطران القبطي متواجد في القدس وهو أمر مهم بالنسبة للمصريين، مشيرا أنه سافر إلى القدس بعد وفاة المطران الأنبا أبرهام ومكث لمدة 4 أيام. من بعد هذا الحادث بدأت الزيارات إلى القدس ولكن بشكل بسيط. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية درية شرف الدين عبر فضائية القناة الأولى الجمعة أن زيارات الأقباط للقدس كانت تشجعهم على بعض الصناعات اليدوية، لافتا أنه لم يعد هناك مبررا الآن لمنع زيارة الأقباط للقدس. وقال إن الرئيس الفلسطيني مازن أشار إلى عدم زيارته إلى القدس واصفا بأنه العقاب وهبطت الصناعات اليدوية. وتابع ان المطران القبطي متواجد في القدس وهو امر مهم بالنسبه لكل المصريين. خبر اخر، والد مارينا المختفيه من حقي كأب اعرف هل تعرضت بنتي لضغوط او تهديد. خبر والد مارينا يقول هذا الكلام، قال الفتاة المختفية انه لا جديد فيما يخص قضيتها وانه لا يعرف هل تعرض ابنته لضغوط او تهديد، مضيفا في تصريحات للاقباط متحدون ان كل مطالبة ان يرى ابنته وهذا من حقه كأب، وانه يتواصل مع الامن من اجل ان يرى ابنته ثانية، مشيرا قالت زميلتها في المعهد انهن لا يعرفن عنها شيئا، موضحا كل صديقاتها المقربات من الكنيسة. وكان كشف والد مارينا مجدي البالغة من العمر 19 عاما والطالبة بمعهد السياحة والفنادق بالهرم انها ابنته الكبرى وامها مصابة باكثر من مرض، ويطالب وانه شهد يوم 27 اكتوبر 2021 ذهاب مارينا المعهد ومنذ هذا اليوم لم تعود وتم اغلاق هاتفها. لافتا ذهب إلى السجل المدني لاستغراق شهادة ميلاد وفوجئ بأنه تم تغيير ديانتها إلى الإسلام. ويستكمل عم مجدي قصته أنه بعد كام يوم حد اتصل بيه وقال له إن اسمي عبد النبي، وقال له انسى بنتك خلاص لأنها خلاص لزمانا، وأنا جوزتها لابن عصام وصرفت عليها 400,000 جنيه، ما تدورش عليها تاني، وأنهى الاتصال وقفل الخط ده خالص. ويستغيث والد مارينا بكل أجهزة الدولة حتى تعود ابنته. وهو الخبر الأخير الذي نذيعه الآن، خبر الحالة تتدهور، حالة أبونا مكاري الصحية بعد وفاة زوجته وطلب صلاة. نشر الإعلامي جرجس أوتسيلي صورة لأبونا مكاري مطالبا الصلاة من أجل القمص أبونا مكاري يونان نظرا لتدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا ودخوله للعناية المركزة. وكشف أيضا لنا عن آخر تطورات حالة أبونا مكاري يونان الصحية، حيث قال إن الأطباء قلقين بسبب حالة أبونا المكاري الغير مستقرة. وكان قد رحلت صباح اليوم الجمعة الماضية ماما تسوني زوجة القمص أبونا مكاري يونان متأثرا بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وجاء منشور الإعلام جرجس قدسي كالآتي، صلاة لأجل الأب الحبيب رجل الله القمص مكاري يونان، الأطباء بيقولوا الحاجة غير مستقرة لكن ثقتنا ووعدنا بربنا كبيرة، خلونا نرفع قلوبنا لربنا من أجل رجل الله جبل الصلاة، الرب يمد إيده بالشفاء من قبل السماء. وتفاعل مع متابعينه بدعواتهم للقمص أبونا مكاري يونان بالشفاء العاجل، وكلنا نصلي من أجل هذا الكاهن العظيم وربنا يباركه ويحافظ عليه. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم آمين. لا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير. شكرا لكم ولمحبتكم ولكل حاجة حلوة لكم، وأتمنى لكم يوم سعيد. شكرا شكرا شكرا. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير.
القناة التي تعشق جمهورها وتكون تحت أقدام كل جمهورها المحبين. أشكركم على كل تعليقاتكم الجميلة، أشكركم على محبتكم، أشكركم على لايكاتكم وتعليقاتكم فوق الرائعة. حقيقي مشتركين جمال، مشتركين محترمين، مشتركين أنا بعشقهم وبحبهم، لأنهم فعلا يعني كل كلامهم إيجابي سواء كان بالنقد أو بالسلب. النهاردة عندنا مواضيع كتير قوي عايزكم تسمعوها للآخر، في مواضيع هتعجبكم. لقاء الخميسي بتقول إيه؟ صحابي مسيحيين ومش هسمح لحد يكفرهم واللي مش عاجبه يخرج من صفحتي. لقاء الخميسي بتقول كلام جميل جدا، ردت الفنانة الجميلة لقاء الخميسي رد ناري على أحد المعلقين على منشور لها لقيامه بتكفر المسيحيين وأئمتهم، وقالت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بس 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 اسكتوا شوية، بطلوا قلة أدب وألفاظ وتجريح وتكفير. يا بني آدمين، هو الله ولاكم خليفة لي في الأرض، بس كفاية جهل أحكام، كفاية تعنت، كفاية مهزلة. وأضافت لقاء: كل واحد مش عاجبه البوست يخرج فورا من صفحتي، وملوش الحق يعلق عندي، أنا أصحابي مسيحيين اتربيت معاهم وكلت معاهم عيش وملح، وما اسمحش بالتجريح قبل ما تفتح بقك بالتكفير والوقاحة. اقرأ 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 وفكر وشغل عقلك، احنا كمسلمين تعدادنا في العالم كله لا يزيد عن 33%، بقية الناس بمعنى كده كلهم كفروا وهيدخلوا النار. وتبعد وسيادتك بألفاظك الكريهة وكرهك وحقدك وغضبك هتدخل كده الجنة؟ محدش ليه الحق انه يهين اصدقاء المسيحيين وايا كانت ملتهم او جنسيتهم، الامراض دي مش مقبولة اطلاقا. كفاية بقى، كفاية قلة ادب. وكانت الفنانة حنان ترك اثارت الجدل من قبل بعد تصريحاتها عن الاحتفال بالكريسماس وشراء شجرة الكريسماس والملابس الخاصة به، وقالت من خلال حسابها الشخصي الفيسبوك: بلاش تشتروا ملابس تخص الاحتفال بالكريسماس، وبلاش تتصوروا جنب الشجرة يا جماعة، هذه تقاليد ضد ديننا وعقيدتنا. ونالت هجوم شديد من الفنانين والأقباط. يعني كل واحد حر يقول اللي هو عايزه، احنا كمسيحيين ما بنحجرش على حد ابدا. عاجل جدا عن حالة ابونا مكال يونان الان بعد نياحة زوجته، ماذا حدث في مداخلة هاتفية معنا؟ يوضح تفاصيل نياحة تسوني زوجة ابونا مكال يونان، حيث يوضح لنا انه خبر محزن في ايام العيد، وفاة زوجة ابونا مكال يونان كاهن الكنيسة المرقسية متأثرة بكورونا بعد إصابة أبونا مكال يونان بفيروس كورونا المستجد. حيث أضاف لنا الصحفي أنه بعد إصابة أبونا مكال يونان وزوجته بفيروس كورونا المستجد تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ولكن زوجة أبونا مكاري كان التأثير سريع عليها بسرعة الوفاة. وأكد لنا الصحفي جرجس قدسي أن أبونا مكال يونان ما زال في العناية المركزة يتلقى العلاج وما زال تحت الرعاية، ونحاول أن نطمئن عليه. وفي سياق متصل قال لنا أن خبر إصابة أبونا مكال يونان وزوجته خبر أحزن الكثير من المسيحيين، خاصة أن أبونا مكال يونان يتمتع بشعبية كبيرة وحب كبير بين المسيحيين. ويؤكد هذا الخبر بإصابة كل من أبونا مكال يونان وزوجته بفيروس كورونا المستجد أن لابد أن نأخذ حذرنا من موضوع فيروس كورونا، لأنه في هذه الفترة الأخيرة بالتحديد بدأ يعيد انتشاره في العالم أجمع. وأشار أن هناك كنائس في أمريكا بها إصابات بين كهنة، والإصابات تتزايد بشكل كبير، ففي أمريكا كان هناك إصابة حوالي 1,000,000 شخص. وفي سياق متصل أنه قد رفع المسيحيون
بالكنيسة المرقصية صلوات وصوم انقطاع للصلاة قبل العيد لطلب الشفاء لأبونا مكاري وزوجته، ولكن في النهاية بعد انتقال زوجته إلى السماء يعزينا ونعزي في انتقال زوجته وكل الأسرة، ونتمنى الشفاء لأبونا مكاري يونان في أقرب وقت، ونطلب من الله أن يرفع عن العالم الوباء الذي أصبح شيء صعب على البشرية ويهدد كل البشرية. وأنا بصفتي كصحابي مسيحي أطلب الصلاة وأن ندعو الصلاة إلى هذا الكاهن العظيم. لا تترك الفيديو واسمع الجديد والجديد. أحد المدرسين في فيديو رقصة معلم المنصورة، رقص معلمة المنصورة عفوا، يكشف ما حدث له بسبب الفيديو المنتشر. ماذا حدث؟ قال حاتم أحد المدرسين المحالين للتحقيق في واقعة رقص معلمة المنصورة أن زميلتهم آية وبيوتهم جميعا تعرضت للأذى بسبب تعليقات المواطنين على فيديو الرقص خلال الرحلة، مؤكدا حتى لو أخطأنا فكل يوم يتم الضرب فينا من جميع الجهات، والأمر تطور إلى خراب البيوت، ولا أعلم متى يتوقف الناس عن الحديث في هذا الموضوع. المدرس يقول مدرس زوجتي وأولادي غاضبون مني للآن حتى الآن، وأضاف زوجتي وأولادي غاضبون مني للآن، وزملاء أولادي يقولون لهم أبوكم بقى ترند، ونتعرض للتنمر شديد وضغوط كبيرة بعد نشر هذا الفيديو، وكنا قد خرجنا لهذه الرحلة لنتخلص من بعض المعاناة اليومية والمشاكل التي نعيشها، فدخلنا في مشكلة أكبر منها، تعرضنا إلى الإهانات والتجريح، وطالب المدرس كل من لديه رأى في هذا الأمر عليه أن يحتفظ به لنفسه، كفاية ما حدث لنا وبيوتنا من إهانات وتجريح، فجأة أصبح كل الناس بلا ذنوب ولا يرون إلا الخطأ الذي وقعنا فيه. وأقول في هذا الموقف قول سيدنا المسيح، قول ربنا وإله من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، وهذا في قصة سيدة وقعت في الخطيئة، وآيات كثيرة أيضا في القرآن تمنع الكلام بهذه الصورة. ونحن كنا في رحلة عامة وعلى مركب عفوا، وتم تصويرنا لاستغلال وهذا الفيديو ضدنا، وبحسب تصريحاتها الأخيرة دمر فيديو رقص معلمة المنصورة حياتها الشخصية، ووصل الأمر إلى ألقي زوجها يمين الطلاق عليها بعد الهجوم الكبير التي تعرضت له بعد انتشار الفيديو الذي سجل خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين المنصورة للأعضاء وأسرهم خلال شهر ديسمبر الماضي. وهذا ما أكده لنا زملاء آية معلمة اللغة العربية المتطوعة، والتي تقدمت باعتذار عن العمل بعد انتشار الفيديو، وتمنت آية أن يتم غلق الموضوع قائلا أنا عايز الناس تنساني لأنهم تسببوا في تدمير بيتي، وأتعرض لضغوط كبيرة بسبب ما يتم نشره، وهذا نقلا عن جريدة الوطن. خبر آخر وهو الخبر الجميل أيضا، نتحدث الأول عن قبل أن نتحدث عن باقية الموضوع، هناك موضوع أهم وفي غاية الأهمية، وهي أن لا ننسى ربنا وإلهنا إله المجد. سوف نكمل أيضا مرة أخرى الباقية، ولكن فدعونا نقول المزمور من مزامير داود النبي تحل علينا بركاته أمين. المزمور 124، لولا الرب الذي كان لنا، ليقول إسرائيل لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذا لابتلعون أحياء عند احتماء غضبهم علينا، إذا لجرفنا الماء لعبر السيل على أنفسنا، إذا عبرت على أنفسنا المياه الطامية، مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، إن فلتت أنفسنا من العصور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن ألفتنا، عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض، هللويا. المزمور 125 والأخير،
المتوكلون على الرب مثل جبل سيئون الذي لا يتزعزع، بل يسكن إلى الدهر أورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الدهر والدور، لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين، لكن لا يمد الصديقون أيديهم إلى الآثام. احسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب، وأما العادلون إلى طرق معوجة، فيذهبهم الرب مع فاعل الإثم. سلام على إسرائيل، هللويا. إسرائيل مش اللي هي إسرائيل اللي في بالكم، لا، إسرائيل هو يقصد بيه شعب الله المختار، شعب الله المختار اللي هو الشعب اللي بيؤمن بربنا، الشعب اللي ما يقدرش ينسى ربنا. هم ما هواش إسرائيليين دلوقتي ولا اليهود، لا خالص، ده موضوع تاني خالص. طيب دلوقتي كمان في موضوع تاني قاصد، بتقول الأخت آية، قاصد يشهر بيا ويدمرني، معلمة الدقالية تكشف دافع مصور فيديو الرقص، هذا الإنسان الوضيع، هذا الإنسان السافل. أكدت آية يوسف معلمة الدقالية ضحية انتشار فيديو الرقص الخاص برحلة لمعلم المنصورة أن لديها 3 أبناء بنين حالتهم النفسية اتدمرت بسبب تداول فيديوهات الرحلة الخاصة بها، وقالت زملائهم في المدرسة بيسألوهم عن أمهم وعن الفيديوهات. وقالت في تصريح للمصري اليوم، اللي صور الفيديوهات كان قاصد ومتعمد يشهر بيا، وده واضح جدا لأنه عمل زوم علي أنا بس، رغم إن كان في مدرسات غيري بيرقصوا تقريبا كل الرحلة، رقصت سواء ستات أو رجالة، لكن الفيديوهات اللي تم نشرها كان مقصود بيها تدميري، وسواء رجل أو ست اللي عمل كده منه لله، لأنه دمر أسرتي وأولادي، والولاد حاليا مش قادرين يروحوا المدرسة، ونفسيتهم أصبحت متدمرة بسبب انهيار الأسرة، وكمان لأن أمهم أصبحت حديث للناس، وكل واحد نصب نفسه عمل نفسه قاضي وجلاد، وهم كانوا معايا في الرحلة وشافوا كل حاجة وعارفين إن أمهم مظلومة. وبكت وهي بتقول، اللي صورني ونشر الفيديوهات والصور قاعد في بيته دلوقتي وسط أولاده، لكن أنا وولادي أصبحنا لوحدنا، وسيرتنا أصبحت لبانة على كل لسان، على كل من هب ودب يعمل واعظ ورقيب على الأخلاق، رغم إن كل واحد في حياته الخاصة الله أعلم بيه، وإذا كانت لسه مش عارفة مين عمل كده، لكن هو إنسان مريض وسافل ووضيع، وربنا ينتقم منه، لأنه من وقت الواقعة دي بصلي وأقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لأن الفيديوهات كان مقصود بيها إنه يشهر بيا، وكانت بتقرب مني بشكل يخلي اللي يتفرج يفتكر إن في حاجة غلط، لكن وأقسم بالله هي بتقول كلنا كنا بنرقص، وكل اللي موجود كان معاه أسرته، وكلنا أسرة مع بعض في مكان مفتوح، بنضحك وبنلعب وبنتسابق، لكن ما كناش نعرف إن بينا إنسان أو إنسانة معدومة الضمير بالشكل ده. وقالت أولادي كانوا بيفرحوا بالرحلات دي وبينتظروا، لكن دلوقتي اتعقدوا من الناس والرحلات ومش عايزين يخرجوا من البيت، ولا انا، رغم ان عندي امتحانات الماجستير والمفروض ان اكون بستعد واذاكر، لكن للاسف حاسه ان كل حاجه انهارت علشان ناس بتتسلى بسمعه الناس، وربنا اعلم بكل واحد، وحسبنا كلنا عند ربنا وهيجازي كل واحد باللي بيعمله. وقالت انا بقول تاني وبقول تالت، انا ما عملتش حاجه غلط استحق عليه كل التعليق على المشنقه كده، انا كنت في رحله لمعلمين ومعلمات باسرهم، وكلنا ضحكنا ولعبنا ورقصنا وهزرنا، لكن كل واحد شاف اللي حصل من وجهه نظره هو بس، وبالصوره اللي صدرها اللي صور الفيديو، لو الصوره كانت اكبر كان ظهر باقي الناس اللي بترقص وتلعب معانا، لكن هقول ايه غير انه منه لله وربنا ينتقم منه اللي صور ونشر. وقالت يا ريت الناس تنسى بقى وتبطل كلام في القصه دي، وبقول لهم خلاص بيتي اتخرب وشغلي اتدمر، وانا واطفالي حالتنا النفسيه سيئه، ايه المطلوب تاني عشان تسيبونا في حالنا؟ وكان علي عبد الرؤوف تبع وزاره التربيه والتعليم في الدقهليه قرر إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية
بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بالمديرية لقيامهم بالمشاركة في وصلة رأس على مركب نيلي أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة، بعدما قام بعض الأشخاص بتداول الفيديو لهم أثناء الرقص على موقع التواصل الاجتماعي. وده أنا أنقلكم من جريدة المصري اليوم. الموضوع خلص؟ لا، الموضوع ما خلص. ليه؟ نكشف سر الدقيقتين اللي تسببوا في صدمة في حياة معلمة الدقهلية. معلمة الدقهلية بتكشف سر الدقيقتين اللي سببوا لها في حياتها صدمة، دقيقتين سببوا في طلاقها. قصة كاملة لواقعة معلمة الدقهلية ضحية فيديو الرقص آية يوسف. مقطع فيديو مدته دقيقة وخمسة وخمسين ثانية قلب حياة آية يوسف معلمة لغة العربية بمحافظة الدقهلية رأسا على عقب، وتسبب في فقدان وظيفتها التي مدام حلمت بالتعيين بها على مدار ثلاث سنوات، وانهيار حياتها الأسرية بعدما طلقها زوجها. وتداول هذا الفيديو لرقص معلمة بالدقهلية، أظهر الفيديو المعلمة وهي تشارك مجموعة من زملائها الرقص على المركب خلال رحلة أسرية عبارة عن أسر خاصة نظمتها نقابة المعلمين لمحافظة القاهرة للترفيه والابتعاد عن ضغط العمل. على مدار 3 أيام تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بكثافة، وما زال متصدرا الترند الآن، لكنه أثار موجة من الجدل حول تصرف المعلمين، وانقسمت التعليقات بين ما مؤيد ورافض. معلمة الدقهلية تعلن أنها تم طلاقها وبتقول بيتي اتخرب. وأثناء الرحلة شاركت إحدى المعلمات الرقص مع زملائها، وقام أحد الأشخاص الموجودين بالتقاط مقاطع فيديو لها، ثم أرسله لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية وتقديم شكوى ضد كل من ظهر في الفيديو كما بثه على موقع التواصل الاجتماعي. فتحت المديرية تحقيقا مع 5 معلمين ليس من بينهم المعلمة، كونها تعمل بالتطوع دون أجر وغير مقيدة على قوة العاملين بالمديرية، وتقرر إحالة الواقعة للنيابة الإدارية. وفي تصريحات لنا أكدت المعلمة أنه تقرر مجازتها ونقلها لمدرسة تبعد عن منزلها 30 كيلومتر، لكنها رفضت لاستحالة أنها تترك أبنائها الصغار واضطرت للتنازل عن وظيفتها. وأكدت أنها كانت تعمل دون أجر لمدة 3 سنوات، وما أن أدركت وزارة التربية والتعليم اسمها ضمن من سيتم تعيينهم بالحصة، تم تسريب الفيديوهات لإبعادها عن العمل وتشويه صورتها وسمعتها، مشيرة لأن زوجها طلقها بعد تداول الفيديوهات وحدثت خلافات مع أسرتها، كما أصيبت بحالة اكتئاب شديدة جراء ما تعرضت له من إهانات وشتائم نالت منها ومن حياتها. وأكدت المعلمة أنها لن تترك حقها وستحرر محضرا ضد كل من قام بتصويرها دون علمها وسرب الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي، وتناشد وزير التربية والتعليم وتناشد رئيس الجمهورية لإعطائها ورجوع حقها. ونالت تلك القضية اهتماما كبيرا من أصحاب الفتوى والفنانين والذين بادروا لكتابة منشورات دعما لهذه المعلمة معلمة الدقهلية، مطالبين بضبط مصور الفيديو لانتهاك حرمة حياتها خلال رحلة مع أصدقائها بعيدا عن الوظائف وبعيدا عن العمل. وعلق الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وخلال مداخلة هاتفية قائلا الدين حسنا على احترام الخصوصيات، ونذكر أن الرسول الإسلام عاب على شخص لما دخل بعض الأماكن يظن بها أنه يشرب الخمر وبدون استئذان، وأن له حقه في اختراق الخصوصيات محرم. وأضاف التصوير والنشر بصرف النظر عن الأخطاء واستخدامه ونشره ليس من حقه،
ويحرم عليه أن يفعل ذلك، ألا أن ينصب نفسه، أن يجعل نفسه قاضيا أو مقوما على سلوك الناس، كما قال الشيخ مبروك قاضية: إن رقص المعلمين تصرف مهينا لمهنتهم وغير مقبول، لكنه استنكر بشكل أكبر تصرف الزملاء المحيطين بهم ممن قاموا بالتصوير ونشر الفيديوهات بهذا الشكل، مؤكدا أن القائم على التصوير والنشر هو المذنب والمجرم الحقيقي في الواقع. ودعمت سمية الأشخشاب معلمة الدقالية عبر تغريدة على موقع تويتر قائلة: لو كل إنسان اتلهى بنفسه وربنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي صورها وخرب بيتها، اشتغلوا بنفسكم بقى، كلكم عيوب، والله من منكم بلا خطية فليرجمها أولا بحقر، كما قال السيد المسيح. الدين مين اللي نزله؟ ربنا ولا البني آدمين؟ ربنا هو اللي هيحاسبنا، ربنا مش شوية يا بني آدمين، انتوا كلكم غلط وكلكم عيوب، صلحوا من نفوسكم قبل أن تخرج القذى الذي في عين أخيك، اخرج الخشبة التي في عينك كما قال السيد المسيح. أيضا: لا تؤذوا الناس وتخربوا بيوتهم. وأضاف عبر تويتر قائلا لها: قائلة: وأعتقد والله أعلم إن اللي صورها يا إما واحدة حاقدة وغيران منها، أو واحد مريض ونيته سودة وبرضه غيران منها، لو كان واحد يخليه في حاله ويسلك حياتنا سنتغير للأفضل. فعلا الجهل كارثة كبيرة أحبائي وأعزائي. لا تنسى، انتظر، هناك بعد رقصة مع فنانات حقيقية: انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد وزوجة أبيها الثانية. ماذا بعد؟ كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية حقيقة الشائعات المتداولة حول انفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وقال وأضاف: إن الأقاويل المترددة حول الانفصال هو شيء غير حقيقي، وطالب نقيب المهنة التمثيلية من مروج الإشاعات أن يتركوا الوسط الفني في حاله، مشيرا إلى أنه تم الترويج لإشاعة حول انفصاله عن روجينا وأصبح الأمر سيء للغاية. وقد انتشرت إشاعات الساعات الماضية عن انفصال حسن الرداد وإيمي سمير غانم بعد ظهور فيديو متداول وهو يرقص مع غادة عادل، وتكرار الأمر مرة أخرى بعد ظهوره بفيديو آخر يرقص مع ريم مصطفى على الأغنية الخاصة به. وهذا أيضا نقلا من أخبار اليوم، وهو لا يوجد أصلا زوجة ثانية لسمير غانم رحمه الله. خبر أخير وهو خبر مؤلم: والد مارينا مجدي: وحشتيني أوي يا مارينا، أرجوكي ارجعيلي، مش عارف أعيش من غيرك. في عيد الميلاد المجيد نشر الأستاذ مجدي سعد والد الفتاة القبطية المختفية مارينا سعد فيديو من داخل أوضة مارينا حتى يوجه رسالة لابنته ويكشف تفصيلات ما حدث، قائلا: وحشتيني 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 أوي يا مارينا، عشان خاطر بابا ارجعي، أنا مش قادر أعيش من غيرك. وأضاف: أنا بنتي اختفت من يوم 27/10/2021 أثناء عودتها من معهد السياحة والفنادق بمنطقة الهرم، وكنت أتحدث معها في التليفون أثناء طريقها للمنزل، وفجأة تليفونها اتقفل وحتى الآن لا أعلم عنها شيء. وقمت بتحرير محضر في قسم إمبابة يحمل برقم 12890 إداري، وطلبت من فخامتهم حل لغز اختفاء ابنتي حتى يعيدوا البهجة إلي ويفسدوا مخطط ساعات الفرقة بين أطياف الشعب أقباطها مسلمين ومسيحيين. واستغاثة والدها استغاثة عاجلة من قبل بعد اختفائه وبعد الصمت والخوف، وقال إن ابنته 19 سنة وهي تدرس بمعهد السياحة وفنادق بالهرم وتقيم بالجيزة، وتكون ابنته الكبيرة ولديها شقيقها الأصغر، ووالدتها تعاني من عدة أمراض. وخرجت ابنتي من يوم 27 أكتوبر 2021 إلى معهدها، ومن وقتها لم تعود ولم نعرف عنها أي شيء، وهاتفها تم إغلاقه. وبعد تغيبها بيومين ذهب والدها إلى السجل المدني حتى يستخرجوا لها شهادة ميلاد، فكانت المفاجأة الكارثية أنها قامت بتغيير ديانتها وأصبحت مسلمة. وأكمل عم مجدي قائلا: وبعد مرور عدة أيام فوجئ بشخص اسمه عبد النبي يتصل عليه ويقول له: ابنتك معانا ولا تبحث عنها، لأنها تزوجت الآن من ابن عصام، وأنا صرفت على بنتك 400,000 جنيه، وإياك أن تبحث عنها. وقام
إنها الاتصال، فانصدم والدها وتسبب صدمتي في عدم ذهابي لشغلي. ربنا يعينك ويقويك ويحافظ عليك ويبعد عنك كل شر. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأشكركم على استماعكم للفيديو إلى أكمله وإلى آخره. لكم مني الحب والتقدير. لا تنسوا الاشتراك في قناة الملكة والأمير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.